ممكن إذا تكلم تتراجع هم المكتبة مع المدير. تفضل يا أخي. من هنا إن هذه التعديلات تحب ترحب بصلاحية التعيين لرئيس مجلس القضاء ورئيس أحوال المحكمة الدولية وقائد الجيش ووكيل المخابرات العامة وقائد الدرك بجلالة الملك وحده يشكل الضمانة الحقيقية للوطن، لأن هذه الأسئلة هي الوطن فيها الفتن والأحزاب والبرامج. من هنا إن هذه التعديلات التمييزات الكرام هذه مذاكرة ليست